بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بنبدأ مع حضراتكم برنامج هذا ديننا مع الشيخ حجاج الفيل. الحقيقة بنقدم في البرنامج ده تعليم ديننا الجميل، تعليم الدين الإسلامي، ولكن هنبدأ في الموسم الأول بالحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخصوصا ان احنا بدأنا الموسم الأول بتاعنا في مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول. مادام بدأنا في شهر ربيع الأول يبقى إذن لازم نبدأ بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونبدأ كده البداية بأغنية جميلة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع معايا. ذكر النبي على القلوب شفاء، الله الله، والمسلمون بحبه سعداء، الله الله، والأرض في ميلاده قد أشرقت وزينت عند القدوم سماء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على القلوب شفاء. النهاردة عايز احكي لكم حكاية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي اتولد يا احباب، لما اتولد سيدنا النبي ولما التقى نور السماء بنور الارض ليأتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هحكي لك النهاردة حكاية، بس قبل ما احكي عندي شوية اسئلة كتيرة. نشوف السؤال الاول ونجاوب عليه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا ابن الذبيحين. الذبيح الاول اسماعيل ابن ابراهيم، وكلنا عارفين حكاية سيدنا اسماعيل. الذبيح الثاني يا ترى مين الذبيح الثاني؟ الذبيح الثاني هو عبد الله ابن عبد المطلب. خليك معايا، دقق معايا. سيدنا عبد الله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ان عبد الله ابوه كان ذبيح. طب ايه حكاية الذبح دي وايه القصة بتاعتها؟ يمكن كتير من حضراتكم ما يعرفش الحكاية دي، لكن انا هقول لحضرتك الحكاية. عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم كان تزوج وما خلفش غير ولد واحد اسمه الحارث ابن عبد المطلب. المهم الحارث ده كان صغير وتعب تعب شديد قوي، فلما تعب كاد ان يموت. فعبد المطلب زعل قوي وراح سند راسه على الكعبة وتخيل ان ابنه ده ممكن يموت، وقال ياه لو أنا عندي 10 أولاد، لو ربنا يديني 10 أولاد. وراح قال جملة شهيرة: لئن رزقني الله بعشر من الأولاد لأذبحن ولدا تقربا إلى الله. جملة قالها، حكاية وخلاص وعدت. وقال الكلام ده الحارث يخف ويبقى صحته كويسة وزي الفل، وتعدي الأيام وتعدي الشهور وتعدي السنين، وعبد المطلب يخلف ولد ورا ولد ورا ولد لحد ما يكتمل العدد 10 أولاد من الذكور. ويفتكر عبد المطلب نذره، انه نذر ووعد ربنا سبحانه وتعالى ان لو ربنا اداله 10 ولاد هيذبح واحد. الامر بقى صعب جدا، يذبح انسان عبد المطلب، هيذبح انسان ومش اي انسان، ده ابنه. ويعني جد النبي صلى الله عليه وسلم كان رقيق القلب، ازاي يذبح واحد من ولاده؟ فقعد يفكر، الان اكتمل العدد ولا بد ان اوفي بوعدي، لا بد ان اوفي بنذري. فجمع اولاده العشر وقال لهم انا هاضرب القراع، هعمل قرعه بينكم انتوا العشره، هلف السهم كل واحد يقعد في مكان وهلف السهم عليكم انتم العشرة، اللي السهم هيجي عليه لازم اذبحه لاني انا نذرت النذر ده. فيجمع ال10 أولاد ويضرب القراع، يلف السهم، السهم يلف 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 يلف، ويجي على مين؟ يجي على واحد من ال10، لكن مش واحد عادي، أحب أبناؤه إليه، أقرب واحد لقلب عبد المطلب. يجي السهم على عبد الله. عبد الله، فعبد المطلب يقول لك لا، طب احنا ممكن نعيد الموقف مرة تانية، نشوف يمكن نجرب كده. فيعيد يضرب القراع مرة ثانية
فيأتي السهم في المرة الثانية على عبد الله، فيضرب القراع في المرة الثالثة، السهم برضو يجي على عبد الله 3 مرات. الأمر شاق قوي قوي على عبد المطلب. فالناس تسمع بالموضوع فيبدأوا يعرضوا حلول. قالوا له يا عبد المطلب، في عرافة نعرفها لما بيبقى في مشكلة معضلة بينا، هي عندها من الحكمة ما تستطيع ان تحل لنا المشكلة دي والموضوع ده، فتعال نروح للعرافة ونقول لها الحكاية بتاعتك وهي تحل لنا المشكلة. فذهبوا الى هذه العرافة وقالوا لها الوضع كيت وكيت وكيت. قالت لهم خلاص عندي الحل، تجيبوا 10 من الإبل وتضعوها في جهة وعبد الله في الجهة الأخرى، ويضرب القراع، القرعة تضرب بين عبد الله وبين 10 من الإبل، فإذا جاء السهم على عبد الله زيدوا 10، وتفضلوا تزودوا 10 في 10 لحد ما يجي السهم على الإبل. الجماعة اللي بيقولوا إن سيدنا النبي كان فقير، لا، ده 10 من الإبل، لا يعني دي حاجة، يعني حاجة فوق ما تتخيل. عبد المطلب هيفدي ابنه عبد الله 10 من الإبل، فجمع عبد المطلب 10 جمال وحطهم في ناحية، وحط عبد الله في ناحية، وطبعا مكة كلها عن بكرة أبيها تراقب هذا الحدث عن كثب. بقى عبد الله بقى محط أنظار مكة كلها ومن حولها، كل الناس مستنية تسمع الخبر، يا ترى حل المشكلة بإيه؟ قالوا 10 جمال وعبد الله، وهنضرب السهم وهنشوف القرعة هتودينا لحد فين. ضربوا القراع فإذا بالسهم يأتي على عبد الله، فكانت الصدمة. لكن العرافة قالت زيدوا 10، فخلاص عبد المطلب أمر كل من حوله، وكان سيد مكة، جد النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدا لمكة، فقال عبد المطلب زيدوا 10، فجابوا جمعوا 10 من الإبل، بقوا كام؟ 20. وبدأنا للمرة الثانية يضرب القراع بين عبد الله وبين الإبل، 20 جمل وعبد الله. ضرب السهم، فلما ضرب السهم للمرة الثانية يجي على عبد الله بن عبد المطلب، فقال عبد المطلب زيدوا 10. كم مرة كده؟ بقوا 30. فزادوا 10 فيأتي السهم على عبد الله، قال زيدوا 10، فزادوا 10 طبعا عشان يجمعوا الجمال والأعداد، والجمال تبقى في جهة وعبد الله في جهة، فزادوا 10 40، فيأتي السهم على عبد الله، زيدوا 10، فيأتي السهم على عبد الله، 50 60 70 80. يسمع بهذا الخبر كل القبائل وكل من حول مكة، ويأتي الناس ويجتمع الناس ليروا هذا الحدث وهذا المشهد الرهيب، اللي عبد المطلب يحاول فداء ابنه عبد الله بأعداد رهيبة من الجمال والإبل، ولكن دائما يأتي السهم على عبد الله، إلى أن وصل العدد إلى 100 من الإبل. الكل يراقب حدث، أو زي ما بيقولوا كده صار محط أنظار مكة، حديث المدينة، كل المنطقة بتتكلم على حكاية عبد الله وحكاية الجمال. جمعنا 100 من الإبل وعبد الله بن عبد المطلب، فضرب القراع فجاء السهم على الإبل، فكبر الناس. ولما فرح الناس راح عبد المطلب بيعيد مرة تانية الإبل مرة تانية، ويغير الأماكن فيأتي السهم على الإبل، فيغير تاني فيجي السهم على الإبل، فتنحر الإبل فداء لعبد الله ابن عبد المطلب، لأن عبد الله يحمل في صلبه أجمل نطفة منوية، يحمل في صلبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان خاطر عبد الله يتزوج بآمنة،
آمنة يكون في بطنها تحمل آمنة في جنين وهو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا العام اسمه عام الفيل. لماذا سمي عام الفيل؟ لماذا سمي هذا الاسم بعام الفيل الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتظرونا. بسم الله.